وافتكروا ان احنا كنا من 5 سنين ولا اكتر كنا حريصين قوي قوي ان احنا نعمل منصه حوار، وكانت كنا بنقول ان المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدوله كلها مش قضيه شباب فقط، حتى القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والفكريه. وكنا قلنا ان احنا من كل شهر ونص او شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقه ونجحنا ان احنا نعمل ده بشكل او باخر في المحافظات كمان، ثم سنويا حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الاخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي احنا كنا بنتمناه. اذا انا بس عايز اكد تاني، منصه اقتصاديه مستقره تكون موجوده معانا وتلتقي كل سنه ونقول ده كشف الحساب، اللي هو انا كحكومه وقياده يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالانجاز اللي احنا قدرنا نحققه. خليني بس وانا بكلم الدكتور ضياء نكمل الكلام ده بقى في النقطه اللي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بداناه.